السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي إخواني، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير وصحة وسلام إن شاء الله. اليوم جايبكم فيديو مهم كتير وراح تنبسطوا إن شاء الله وتحتشوفوه، لأنه حيكون في معلومات كتير 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 بتهمكم أنتوا الكل، يعني كل الناس بتهمها هاي المعلومات اللي حتسمعها هلأ إن شاء الله، لأنه هاي شغلة بصراحة متعبتنا إحنا الكل، يعني كل مين فينا عم يعاني من هالقصة هاي تبع المشتركين عم ينقصوا، بينام بيكونوا 200 بفز الصبح بلاقيهم 190، بينام بيكونوا 250 بفز الصبح بلاقيهم 200، يعني بينام بيكونوا 50 مليون بفيق بلاقيهم مليون. تمام، فكلياتنا عم نعاني من هالقصة هي، فراح اشرح انا هذا الموضوع هلا لحتى تبين معكم القصص كيف عم بتصير وكيف بدنا نعرف شو الترتيب اللي عم بيصير هون. تمام، هلا انا راح امشي معكم خطوه بخطوه مثل العاده مشان تفوتوا وتشوفوا كيف بدكم تعرفوا هذا الموضوع. قبل ما نبلش الله يخليكم اشتركوا بالقناه، اللي عم يشوف القناه واللي عم يشوف فيديو جديد اعملوا لنا لايك. عم تنسوا اللايك؟ ليش عم تنسوا اللايك؟ ما بعرف، اعملوا لنا لايك ولا تحرمونا من تعليقاتكم الحلوه اللي انا بحب اشوفها وبشوف ارائكم شو ترتيب وشو عندكم اراء بالنسبه لمواضيع مستقبليه ان شاء الله. تمام، ما راح اطول عليكم، يلا خلينا نبلش. تمام، طبعا مثل العاده راح نفوت على جوجل كروم، تمام، ونفتح على القناة تبعنا. نفتح تطلع القناة هيك، طبعا نفوت على القائمة اللي هي الرئيسية. تمام، شايفين هلا هون شو في مكتوب عنا، هون الواجهة الرئيسية تبع صفحة القناة تبعنا. تمام، رح نكبس على هي الكلمة اللي هي تبع الإحصاءات، هي الإشارة شوفوها. تمام، بس نكبس عليها هون تطلع لنا هي الإحصائية اللي موجودة عنا. تمام، بنكبس هون بعدين على كلمة الوضع المتقدم، شايفينها هي اللي فوق. تمام، هلا هي كبسنا على الوضع المتقدم. هلا هون بتطلع لنا هي الصفحة، ما لنا فيها هي الصفحة هون، بنكبس هون على كلمة المزيد، شايفين كلمة المزيد؟ هي كلمة المزيد. وبنفوت على مصدر الاشتراكات. تمام، ثاني واحدة. هلا بس نفوت على مصدر الاشتراكات مثل ما كن شايفين عندي هون بتطلع لي هي القائمة. تمام، هون عم يقولوا لي صفحة مشاهدات اليوتيوب، يعني انا ما راح ابلش بهدول هلا، في شغلة لازم نسويها قبل. بنكبس على هي الكلمة اللي هون شايفين اخر 28 يوم، بيعطيني الاحصائية تبع اخر 28 يوم، انا ما بدي اخر 28 يوم. بنكبس على هذا السهم، بنحط على منذ تاريخ الانشاء، يعني منذ تاريخ انشاء القناة يعطيني الاحصائية، بكبس عليها. هلا هون اعطاني الاحصائية تبع من وقت ما فتحت القناة لهلا. تمام، هلا عندي هون كلمة المشتركون، انا عندي بالقناة 260 مشترك هلا حاليا بالقناة. تمام، ان شاء الله عبال وقت يشدوا ويصيروا الله اعلم قديش ملايين ان شاء الله. المهم هاي بالنسبة لكلمة المشتركون. عنا المشتركون المكتسبون، شايفين هاد العدد 320 مشترك اشترك عندي بالقناة من وقت ما فتحتها لهلأ. تمام، وهلأ آخر وحدة المشتركون المفقودون، عندي 60 مشترك، شي لاغي اشتراكه، شي يوتيوب لاغي اشتراكه، شي كذا. هلأ رح اشرح لكم كيف صارت هي القصة وكيف راحوا من عندي هدول الستين مشترك. تمام، هلا رح اشرح لكم اياها انا هلا. تمام، هلا رح نبلش باول وحدة اللي هي هاي صفحة مشاهدة اليوتيوب. تمام، هلا انا عندي اشتركوا من الناس اللي بتفوت وتفرج عندي على الفيديو، اشترك منهم 240 مشترك. تمام، راح منهم مشتركين، راح منهم 6. تمام، شايفين هون هذول الستة راحوا من عندي مشتركين، هن لغوا اشتراكهم، هن فاتوا من الفيديو نفسه اللي شافوه ولغوا اشتراكهم. تمام، يعني الفيديو اللي شافوه الأساسي فاتوا عليه ولغوا الاشتراك مطرح ما اشتركوا. تمام، هي اللي هو هي أول واحدة صفحة المشاهدة. تمام، عنا يلي بعدها يلي هي قناتك على اليوتيوب. هلا يلي فاتوا اشتركوا من القناة نفسها عندي، فاتوا على قناتي على اليوتيوب نفسها، شافوا القناة تبعي، فاتوا اشترك عندي منهم أنا
52 مشترك، تمام؟ هذول اللي هون التغى منهم 6، كمان رجعوا فاتوا لعندي على القناة، تمام؟ ورجعوا لغوا اشتراكهم، هذول 6 هن لغوا اشتراكهم، تمام؟ مو اليوتيوب اللي لغاهم، هن فاتوا ولغوا اشتراكهم، تمام؟ هاي بالنسبة لهذول. عنا رقم 3 اللي هي بحث يوتيوب. هاي كل مين فات عمل بحث على قناتي من اليوتيوب، يعني في ناس عملت فاتت على اليوتيوب حطت انه عملت بحث على قناة منوعات تعليمية، تمام؟ طلعوا لهم بالبحث القناة، فات اشترك من البحث 16 واحد، تمام؟ هذول اللي فاتوا عملوا بحث على قناتي واشتركوا، الحمد لله فضل رب العالمين ما لغوا اشتراكهم، ان شاء الله يتموا ثابتين وان شاء الله يزيدوا اكتر واكتر بإذن الله. شايفين هون صفر عندي، يعني اللي فاتوا ودوروا على القناة تبعي واشتركوا فيها ما لغوا اشتراكهم، ضلوا مشتركين الحمد لله. عنا الرقم 4 اللي هي ميزات تفاعلية. هاي الميزات التفاعلية، في ناس تفاعلت مع الفيديو، شافته بالمقترح او شيء او كذا، فاتت واشتركت. هاي في عندي واحد اشترك، تمام؟ ضلوا لساته مشترك ما لغى اشتراكه الحمد لله، تمام؟ هلأ في عنا قائمة القنوات التي تم الاشتراك فيها، يعني انت فتت اشتركت بقناة معينة، تمام؟ اشتركت فيها، او انت في بينك وبينهم تبادل اتفاق بينك وبينهم، انت تعطيه مشتركين ويعطيك مشتركين كمان، يعني صار في تبادل بيناتكم. فتت انت اشتركت عنده بالقناة مثلا، تاني يوم هو لغى اشتراكك، تمام؟ او هو يعني انه خلاص ما بده، لغى الاشتراك تبعك. هاي بالنسبة لهذول. هلا هون انا شايفين في عندي واحد، تمام؟ 2 منهم اللي هن عملوا هاي الطريقه، هاي فت اشتركت عندهم بالقناه لغوا اشتراكهم من عندي، ليش الله اعلم، ما في مشكله. هلا هون عنا الحسابات المغلقه، في حدا فات اشترك عندي من الاقنيه اللي فاتوا اشتركوا، فات اشترك وحسابه في عليه مشاكل، قناته في عليها مشاكل او عليها اي شيء، هات شركة اليوتيوب لغته، تمام؟ هلا في عنا آخر واحدة اللي هي غير ذلك. هلا هي تبع هي الموضوع الغير ذلك، هي في ناس اشتركت عندي، شافت فيديوهاتي لقيتها عن طريق الجوجل، عن طريق منتدى، عن طريق مواقع تانية، ما بعرف منين جابت مثلا، أي مواقع تانية غير مواقع اليوتيوب، تمام؟ هذول فاتوا واشتركوا عندي. هلا اللي فاتوا انا اشتركوا عندي منهم، تمام؟ 6، تمام؟ الستة هذول اللي اشتركوا اوكي، بس في منهم 45 انشالوا. هذول اللي انشالوا الله اعلم تكون هي شركة اليوتيوب هي اللي لاغيتهم، تمام؟ ممكن يكون في عليهم مشاكل، ممكن يكون في عليهم شيء او كذا، ما بنعرف، تمام؟ فهي هذول، هي الاحصائية كلها الموجودة عنا هون مشان انتم تعرفوا انه الناس اللي عم تفوت لعندكم تشترك، اذا في ناس فايته مشتركه هي اشتراك بارادتها عن طريق الفيديو، عن طريق قناتك، عن طريق البحث باليوتيوب، عن طريق البحث باماكن تانية، كيف عم يفوتوا ويلغوا اشتراكاتهم، تمام؟ هلا كيف نحن بنعرف انه اليوتيوب هي اللي عم تلغي هذول الحسابات اللي فاتوا اشتركوا عندي انا؟ هذول اللي هي الحسابات المغلقه، وتتلاقي عندك هون باخر وحده انه في عدد مشتركين كتار ملغى اشتراكهم من عندك، هذول بيكونوا شركه اليوتيوب هن اللي لاغينهم، بالاضافه تبع غير ذلك، كمان غير ذلك كمان ممكن الله اعلم يكونوا هن كمان يلي لاغين الاشتراك من عندك من القناه اللي هي شركه يوتيوب، تمام؟ هلا يلي حابب يتعمق اكثر، يلي حابب يتعمق اكثر وحابب انه يشوف اكثر عن قناته، يتعرف اكثر على قناته، عندكم كل هالخيارات اللي موجودة هون. مثلا نفترض الفيديو، تمام؟ هون حاطيكم عدد المشاهدات قديش بالمية، وقديش بالرقم، وقديش بالدقائق، وقديش بمرات الظهور اللي ظهرت عند الناس، وقديش نسبة، يعني هون حاطيكم بالتفصيل الممل، اللي عنده جلد وحابب انه يفوت ويشوف الموضوع ويتابع يعني بالتفصيل بتفوت على كلمة الفيديو، تمام؟ عنا مثلا خيار تاني مصدر الزيارات، بنفوت عليها، تمام؟ هون حاطين لك مصدر الزيارات من وين؟ فيديوهات مقترحة، ميزات التصفح، بحث في يوتيوب، صفحات القناة، شايفين؟ يعني كله موجود عندكم هون
يعني بالتفصيل مفصلينه قديش انه شايفين مدة الفيديو شايفينه، يعني كل شيء موجود عندكم بالتفصيل هون. تمام، هاي بالنسبة لهذا. عندنا اللي بعدها المنطقة الجغرافية، شايفين هون المناطق يلي شافت عندك القناة تبعك، مثل ما كون شايفين قديش نسبة المشاهدات بكل بلد، قديش الدقائق، وقت الدقائق بالساعات وبالدقيقة، يعني كله مفصل. شايفين ألمانيا، مصر، المغرب، جزائر، عراق، أردن، تركيا، المملكة العربية السعودية، سوريا، فرنسا، تونس، هولندا، ما شاء الله، يعني والله في. المهم فهون يعني الترتيب هذا كله. تمام، لا تنسوا تشتركوا بالقناة، الله يخليكم. اشتراك بالقناة اللي عم شوف فيديو جديد، من فضلك أو من فضلك اشتركوا بالقناة، لأنه حيكون في فيديوهات فيها معلومات أكثر إن شاء الله، حتستفادوا منها بإذن الله. تمام، نرجع عمر المشاهدة، قديش أعمار الناس اللي عم تشوف عندك القناة، هاي الأعمار كلها موجودة، قديش النسبة وكل شيء هون موجود. الجنس، جنس الشخص أو الشخص أو الذكر أو الأنثى اللي عم يشوفه عندك الفيديوهات، شايفين هاي النسبة 33 أنثى 66 ذكر. تاريخ هون، تواريخ بصراحة هون يعني تفاصيل اللي يفوت يشوفها بده يجع راسه كتير 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 يعني، فما لنا فيها نحن هون. تمام، بالإضافة عندكم هون كلمة المزيد، تكبسوا المزيد أي شيء حابين تعرفوه أنتم هون بتفوتوا. شايفين حالة الاشتراك، مصدر الاشتراكات، قائمة التشغيل، نوع الجهاز، يعني تفاصيل يعني دقيقة جدا. فبصراحة يعني هي التفاصيل أنا برأيي ما لنا فيها، بس اللي بيحب يفوت هي مثل ما كنتم شايفين عندكم هون إحصائية كلها. تمام، تمام إخواتي، هذا الفيديو تبعي لليوم، إن شاء الله يكون عجبكم الموضوع، عجبكم الشرح. بالإضافة فوتوا لعندي على القناة، في كتير فيديوهات تعليمية وفي كتير شغلات كمان ظريفة ممكن تستفادوا منها إن شاء الله. لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتعملوا لنا لايك وتشاركوا الفيديو. بتشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.